ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وسائل الإعلام السورية يوم الأحد بالتوقيت المحلي أن رئيس سوريا بشار الأسد ظهر علنا لأول مرة منذ عدة شهور في أحد مساجد دمشق، وذلك للمشاركة في أنشطة أقيمت في اليوم ذاته إحياء لذكرى المولد النبوي. وبعد حضور الأنشطة أقبل الحاضرون إلى الرئيس بشار آملين في مصافحته، وغادر الأسد الموقع وسط الحشود. وكانت المرة السابقة التي ظهر فيها بشار الأسد علنا خلال عيد الأضحى في أكتوبر العام الماضي. جدير ذكره أنه في الآونة الأخيرة طرأ تغير على موقف الدول الغربية إزاء القضية السورية، حيث بدأت تطالب المعارضة السورية بإجراء المفاوضات مع الحكومة السورية.